زلفى أشابون، 35 سنة، محاسبة في القطاع الخاص من مدينة الناظور. أنا من أسرة محافظة، طبعاً ملي كنقول محافظة ما كنقولش أسرة متشددة، لأن كاين فرق ما بين الإثنتين، لكن الحمد لله عشت في واحد الوسط اللي كيحبب القراءة، اللي كيعرف أن مسار ديال أي شخص سواء كانت بنت أو لا دري خصو يقرأ، خصو يتعلم، خصو يكون ذاته، خصو يكون شي حاجة فاعلة وينفع راسو وينفع المجتمع ديالو في النهاية. تغني غاس يمكن تقترح شمرش مورا. المدرسة اللي يستاهلها كل مغربي على هذه الأرض السعيدة، ديك المدرسة اللي تشجع. ما كرهناش أن المعلم يحسب أو الأستاذ والأطر التربوية عامة يعتبروا أي تلميذ ابنهم ويتعاملوا بكل حب. ما كرهناش أن كل شيء ينفتح على ما هو إعلامي، فني، ثقافي، مسرحي، أدبي، بالموازاة طبعا مع المواد الأكاديمية، التربية والتكوين. هكا كنخلقوا واحد الجيل اللي كيكون منفتح على كل شيء، واللي غيعطي في جميع المجالات، واللي يقدر من خلال هذا الشيء يوجه راسه هو المجال اللي كيلقى راسه فيه اكثر وغادي يعطي. تفتي هو انت والله يسمنا وني اوكانيس مليح اللي كنقولوا المغرب خصو يتصاوب ما كرهناش فعلا، لكن حتى حنا من الدوات ديالنا خصنا نصاوبوا راسنا باش حتى حنايا نقدروا نعطيو، ما نعولوش، ما نتسناوش الواجد. راه قد ما قرينا قد ما قدرنا نتوفروا على مكاسب اكثر. كاين واحد المجموعه ديال المواهب اللي مخبعه في كل واحد، ولكن كيتسنى ديك اليد اللي تمد له باش يخرجها. نو انا ما كرهتش ان كل واحد يبرز داك الشيء اللي عنده، والاكيد ان الاقبال غادي يكون عليه. على غير عادته وقف يتامل البياض، وضع الريشه بين اصبع اصبعيه، يغمسها في الخليط تارة وينفخ دخان السيجارة تارة أخرى. عينان نائمتان، فم كالعنقود، بشرة سمراء، وشعر مضفور على الجهتين. الإضافة للفنون اللي كاينين السبعة. أنت خرجتي الثامن. خرجت الثامن. بالنسبة لي مدرسة الحياة هي واحد المجموعة ديال المحطات اللي كتربط بينهم واحد السلسلة كنسميها أنا طموح. يعني فيما كتكون شي عثره الا وكان وقف كنعرف انها كاينه محطه اخرى كتسناني من طموحي من تفاؤلي، لان كنت كيتسناني الخير، كتسناني الحياه بالوانها بجمالها بالخير ديالها. ما نعدموش الخير، راه كاين الا خرجناه من الداخل ديالنا، لاكيد اننا غادي نلقاوه وما نيأسوش.